مساء الخير استاذ فادي حداد، اهلا وسهلا فيك. مساء النور، كيفك؟ عملت كليب او بدأ عم تحضر لكليب لنجوى كرم، مزبوط؟ خبرنا شوي عن تفاصيله، وخصوصا انه الاغنية رومانسية. اغنية رومانسية كتير حلوة، ان شاء الله شي جمعتين ثلاثة مفوت فيها. اغنية كتير حلوة، وانا كتبت كمان انه من احلى ما سمعت، لانه فعلا كنت ناطر تعمل شيء رومانسي وعملتها وسمعتها وحبيتها كثير. هلا بفتره التحضيرات، يعني ما فيني خبرك اكثر من هيك صراحه، ما بقدر. الاغنيه اسمها مين حبيبي، صح؟ ما فيني اقول لك اسم الاغنيه غير ما يطلع من مكتبها، لانه دائما بصير في سجال وسرب وبقوله من الالبوم او شيء، عرفتي؟ انا بضلني يعني اسرار المصلحه عندي بحترمها، ما فينا نحكي اكثر من هيك. ان شاء الله فايتين، واغنيه حتكسر الدنيا باذن الله، وهلا هن مكتبه بيعلموا يعني قريبا كل شيء. حضرتك من كم يوم كنت ببيت نجوى كرم مع المخرج سعيد المروق، اللي كان فيه اوريدي صار مثل مشكل صغير انت وياه، ومشكل هو ونجوى على اغنيه مين حبيبي. شو خبرنا شوي. مش مزبوط هذا الحديث، يعني ما في مشكل بين سعيد خي وصديق وانا بحبه، وست نجوى دائما يعني بيتها مفتوح للجميع. ايه بس ما هي قبل كانت عاطية الغنية لسعيد حسب، او حاكي بالغنية مع سعيد، مزبوط؟ هلا ما بعرف انا التفاصيل هالقد، ولا بدي فوت فيها، لانه بتكبر كل ما يعني سعيد عمل لي خي وصديق، واصلا ما في مشكل بيني وبينه. الاخوة بالبيت اوقات بصير في شوية زعل بيناتهم، ما في شيء بيني وبينه، وكنا عم نتعشى يعني عرفتي اكله كثير طيب. ما في شيء بيني وبين سعيد، وانا بحبه وبحترمه، وبالنتيجه ان كان انا ان كان سعيد، المهم يطلع شغل الست نجوى كرم حلو، او يطلع لك كليب حلو، وهذا اللي بهمني انا بس. طلع حديث طبعا وقيل انه في مشكل صار انت وياه، لانه اعطيت الاغنيه له قبل، وصار في خلاف هي وياه وانت وياه. يعني كل ما ارجع اعمل مقابله او سعيد يعمل مقابله، او بصير في بلبله اكثر وبصير في حكي اكثر، وخلص ما في شيء. عن جد انا عم اقول لك ما في شيء، وسعيد عم اقول لك برجع خي وصديق، وانا بحبه كثير على فنيا وشخصيا، عرفتي؟ والله يرزقه ان كان هو ان كان انا. بالنتيجه عم اقول لك هيدا شغل، يعني في قصص بتصير بقلب البيوت وبقلب المجالس ما لازم تنحكى لبرا، وخاصه على الاعلام. عملت أغنية لأمل حجازي ده حبيبي، خبرنا شوي عن تحضيراتك للكليب. كليب هلأ مراحله الأخيرة، خلصنا مونتاج، صورنا 3 أيام إنتاج لايف ستايل ستوديوز، كليب كتير حلو وضخم، وفرجيت الوجه الآخر لأمل، يعني هضامتها وكأنك عم تشوفيها طبيعيا، يعني كتير حلو الكليب، إن شاء الله هالجمعة بينزل. بالنسبة لألك يرجع الفنان لعندك بعد فترة طويلة عن غياب أهين، أو يضل عم يتعامل معك فترة مستمرة أهين مثل ما صار مع نيلي مقدسي بأغنية ما فيش رجالة؟ هلا أصعب أكيد، يعني غايب بدك ترجع تحضري ليرجع يفوت على السوق، بدك تفوتيه بطريقة صح. نيلي 5 سنين وقفت ورجعت، بدنا نرجع بقوة، ما نرجع بزخم. المسج اللي توجهت بقلبه أنه حتى لو حدا يعني اذا بدك طلقوا اثنين، مش القصه منا ماديه، القصه معنويه كمان. ووقت قلت انا اول شيء محكمه، وحكم القاضي كل شيء بالنص بيناتهم، يعني هي ما عم تطلع على مصاري، قصت كل شيء بالنص، ما بدها منه شيء، وانقسمت الحياه بالنص، وانقسم البيت بالنص، وانقسم كل شيء بالنص. هون هن فقشوا البيت، كسروا البيت، كسروا حياتهم، كسروا شخصيتهم. ما فيش احساس ولا قادر ولا اخلاص ولا تعمل كليب هلا مع قمر اللي معروفه بجرأتها، هل رح تكفي معها بهيدي الجرأه، او رح يكون لها اطلاله ثانيه؟ قمر اشتغلت لها انا قبل كليب، كثير حلو، هي حلوه يعني من قمر، فعلا قمر. والجرأه مشكله كثير كبيره، اول شيء انا بحترم التلفزيون، وانا بحترم الناس ببيوتها، وهي بتحترم الناس ببيوتها والتلفزيون، ورح نحترمهم سوا، والشركة كمان يعني ما فينا نحن نجي نعمل شيء برات الطريق. قمر ما بحاجة، يعني قمر أغنيتها رائعة وعنا إنتاج رائع، وحيطلع كليب كمان يكسر الدنيا، بس ما رح أخدش الحياة يعني.
شمس كمان معروفة بجرأتها، ولكن بجرأة الأفكار تبعها أو موضوع الأغنية مثل ولجت زهقانة مليت، برأيك أهين أنك تسجل مع حدا جريء بالفكرة أو يمكن جريء بتطلي؟ هلأ الفكرة ما تروح، يعني الفكرة زهقانة مليت من قعدة البيت، يعني محبوس المرأة. أنا حبستها بقصر، إنه قد ما يكون الإنسان بقصر محبوس وكل شيء بالقصر أجمل قصر بالكون وفيه أحلى كل ملذات الحياة إذا بديك، بس هو محبوس. فهذا اللي أنا ضويت عليه، وهذا اللي يعني موضوع الغنية طرحته، أنه في كتير بنات أنه مش أخذ حريتها. مزبوط، نحن عم نشتغل لنسلي الناس ببيوتها، ما أنه نعطيهم شيء يستفزهم، نحن عم نسلي الناس انترتينمنت، يعني عم نسليهم. أعطيتهم 5 دقائق تسلوا فيهم حلوين، وفيه مسج معبرة. في ناس بتعمل مظاهرات، في ناس ما بعرف شو بتعمل، بتكسر بتكتب على فيسبوك. نحن عم نوصله بالإعلام، عم نوصل مسج تبعنا. رغم هالإسفاف الفن اللي صاير بالإخراج والتقديم والغنى وكل هولي، أنت شو رأيك بهذا اللي عم بيصير، أو كيف بتعلي، أو كيف برأيك ممكن توجه الإخراج بهالكليبات الفظيعة اللي عم نشوفها؟ فظيعة قصدك اللي ما بتسوى، يعني في أنا ما فيني أعمل كنترول على المخرجين، ولا حدا بيقدر يعمل كنترول على المخرجين. في كم حدا عم بخبصوا صراحة، والتلفزيونات ما عم توقف عرضهم صراحة لأنه بدهم مصاري، معهم حق، فعم ياخدوا كل قبل اللي عم بيصير بالوطن العربي، يعني بالدول العربية وخاصة بجوارنا كان في كواليتي، يعني يشوفوا الكليب حلو ينزلوه، مش حلو ما ينزلوه. هلا ما في كواليتي كنترول عليهم، بس هول ما بيضاينوا، وانا بقول لك ما بيضاينوا، لانه قد ما يكون المطرب عم ياكل ضرب مره، مره ثانيه بده ياخذ حذره، وراح ينقل افضل وافضل وافضل. ان شاء الله يطلع جيل جديد من مخرجين، احنا ما يقولوا يطلع جيل من مخرجين شاطرين كمان، ويعملوا منافسه اكثر بالسوق. مين منافس فادي حداد اليوم؟ كلهم منافسين صراحة. عم أقول لك أنا يعني كل ما بعمل مقابلة أو بحكي بتقوم الدنيا وبتقعد، ولطشتنا ولطشتني. شوفي كلهم منافسين لإلي. أنا اللي بقلبي على راس لساني عن جد، ما بكذب ولا بدي كذب، ولا بدي أقول لك شغلة، الفنان هو بيقرر مع مين بده يصور. معادلة بسيطة، إذا أنا كتير شغلي أو باخد شغلي كتير، هيدا لأنه الفنانين بحبوني وبحبوا صورتي، وهذا الشيء خلى أجرك يكون من أعلى الأجور؟ مش أعلى الأجور ولا شيء، أنا مش معي لابتوب عم روح عند الزبون، بس أنا يعني بتجي لعندي بتاخدي باكج الكاسات تطلع على الهواء. طب هيدا أخذ مني تعب ووقت ومجهود، والشركة بدها كتير مصاري لتعمليها، فهيدا الحكم يعني منه مزبوط. وهيدا مثل ما انا ما بحكي عن حدا، ما بدي حدا يعني يحكم، ما رح رد عليهم بالنتيجه. هيدا السوق كل ما حدا ناجح بصيروا بده يجقوا شويه حكي ويدمروه ويعملوه. انت ما بتعرفني، انت مش شايفني، كنت قلبي روحي عمري ما لمست. توقفت عن تصوير مسلسل امير الليل؟ مزبوط. ليش؟ انه وقفت. طب هلا هيدا كان اول عمل درامي تلفزيون لك، هل مش هيدا الشيء يمكن بياثر سلبا على المراحل اللي قدام؟ لما ما اتفقنا على شغله معينه ما راح نذكرها على التلفزيون ما كملت، وهذه كانت شروطي. انا اذا بدي فوت بشغله، يعني انا بتفق انا وياك، اذا بدك تغيري بالاتفاق ما بقول بيشتغل معي. انا ضمن اخلاقيات المصلحه وتركت باخلاقيات المصلحه وكلهم اصحابي، بس ما بدي امضي اسمي على شيء أنا من جوا مش راضي يكون، عرفتي؟ قطع مشاهد لإلي حلوة كتير، إن شاء الله الله يوفقهم ويحبوا الناس القصة ويحبوا المسلسل، مكلف كتير. عم قلك ما اتفقنا، ما في نقول أكتر من هيك. بعيد عم تحكم علي، مش حاسس شو صاير فيي، بقول الله يوفقهم. طب هو لأنه كمان قيل أنه حسيت انه العمل بالتلفزيون مضني جدا، وانت ما قدرت يعني ما قدرت تكفي هيك، بغض النظر ما في شروط ماديه، يعني الفيرسيون الثانيه هي انت تعبت او انت حسيت حالك مش قد هالخطوه. لو مش قد هالخطوه ما فت فيها، هيدا حديث اراجيل، حسميه حديث الاراجيل، مش مزبوط ابدا.
انا لو كملته كنت عملت ماستر بيس يعني. يعني انا اذا فوت دراما باذي بصورتي بكادراتي بتحريك الممثلين بكل شيء بقدر كسر الدنيا. اذا ما بدي اذا في غلط 1% بالبرودكشن بالانتاج بالدفع بالديكورات بكل شيء ما بكمل. لأن نحن نشتغل صح وبروفيشنال. تغلطي معي انا ما بكمل. بس هيدا الكلام صار يقوله اجباري كل واحد يدافع عن جبهته. انا الناس بتعرف مين انا بتعرف صورتي صار لي 27 سنه بالدومين ما راح اجي اغلط بحق الناس. بس انا شغلي غير. انا مش ملكك فرق دمعك عن ضحكك. يعني معقول نشوفك بعمل درامي جديد؟ اكيد اكيد في سحر بالصوره عندي. انا مناطايا عم تقلي قبل ما فل انه انا مع مين بدي اشتغل بلاك وفيك تسأليها. ما بفتكر دراما أنا حرام أظهر منها لأنه بحبها. هيدا الشغل مضني ما مضني هيدا كله كذب. أنا بوقف 20 ساعة بالنهار وبشتغل كتير صح. بس ما بدي أقول الأسباب لأنه المسلسل على الهوى. ما بدي أقول الأسباب. الله يوفقهم ويبيعوه ويطلعوا مصاري. مش بدك إليك أكتر من هيك. انت شو اخر اعمالك او شو عم تحضر جديد؟ شي ما بنعرف يعطينا سكوب هيك لنا. سكوب عندي قمر بتعرفي فيها مو المشكله على الفيسبوك. قمر عندي ست نجوى كرم عندي وائل جسار. ان شاء الله يكون لي نصيب بعد بكم كليب هالشهرين اذا الحاله كانت منيحه. ما راح اقول لك اكثر من هيك. بس في يعني هو اللي انا ما بحب احكي غير بنكون ماضيين. وعندك الفنانه شادى حسون راح ينزل كليب هاليومين ثلاثه على روتانا. وهو اللي هلا اذا بدك في وما تروح علي دراما عمل درامي. عم بقرا النص عم بقرا النص بس ما راح فوت غير ب غير بشروط صارمة مش من ناحيتي من ناحيتهم ومن ناحيتي. أنا ما بتعدى على حدا بس شروط نحترم المصلحة وقوانين المصلحة والناس اللي عم تشتغل. يعني أنا ما فيني فوت على الست الصبح في عالم جاي مش من قلبها لأنه مش قابضة مثلا عرفتي؟ يعني ما دخلني بهذا الشيء بس أنا بكره أشوفه هذا الشيء. في عندك رسالة أخيرة بدك توجهها لمشاهدي مي ميوزيك تي في اللي عم يتابعوك؟ هلا مبروك مبروك والله يوفقكم. وانا كل ما يفتح تلفزيون جديد هيك بنبسط له بنبسط لانه بصير في انتشار اكثر وخاصه من لبنان لانه على الخبيط اللي اكله هالبلد في مشكله. بدي اقول شغله صغيره. هيدا البلد هو كنز للوطن العربي كله. ارقى ناس مع احترامي للجميع ما هلا اقوله متعصب لا ارقى ناس باخلاقهم بعلمهم بتعاملهم مع الناس بالكرم. فنحن انا رجعت ركزت وتصوير بلبنان واكثر عم نقوي هالبلد وكل ما هيك عم اقول لك عم يفتح تلفزيون اذاعه جديده كذا كثير عم انبسط لانه من نتيجه طلعتوا هوا يعني تفرجوا البلد لبرا وعم تفرجوا الميوزك اندستري عم تفرجوا فنيا لبرا. فانا كثير مبسوط بهذا الشيء ومبروك لكم. انت حكايه جاي